الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للطيور والأرانب. لسه مكملين مع بعض في سلسلة ألف ب تربية أرانب على الأرض. لكن الفيديو ده زي ما قلنا هو هنجاوب فيه على بعض الأسئلة اللي جات في السبع فيديوهات من ضمن السلسلة ديت، لأن في ناس كتير قالت على أسئلة في التعليقات محتاجين نجاوب عليها بشكل أوسع أو في فيديو لوحدها عشان الناس كلها تستفيد. فياريت لو حضرتك لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة، ولو تعرف حد محتاج يربي أرانب أو نفسه يربي أرانب ياريت تشارك معاه الفيديو عشان كل يستفيد. وقبل ما أهم من اللي فات ده كله، ما تنساش الصلاة على رسول الله. ويلا نبدأ أول سؤال مع بعض. اول سؤال بيقول: كان عندي ارانب وجالها جرب وحقنتها، وبعد فتره شهرين رجع تاني وعطيتهم تطعيم، هل يا ترى هيخفوا ولا اتخلص منهم كلهم؟ بصوا يا جماعه، في موضوع الجرب ده انا قلت في نظام معين لازم نتبعه عشان الجرب لو جه عندنا ما يجيش تاني، او لو ما جاش ان شاء الله ما يجيش خالص عندك في المكان. الاول لازم تهتم بنظافه المكان كله كل يومين ثلاثة، وده بيختلف عدد المرات بيختلف بعدد الأرانب الموجودة في المكان. وطريقة النظافة عندك لازم ترش كل مرة أو مرة ومرة ترش مطهر ديزانول أو بوتكس، وترش الأرانب الموجودة عادي مش أي مشكلة، 1 سنتي ديزانول أو بوتكس على لتر مية، وترش الأرض، تنظف الأرض كويس وترش الأرض، وبعد ما ترش بساعة ترجع ترش جير مطفي في المكان، تمام كده. واهم حاجة انك الكنسة اللي بعد ما تنظف بتلمها طبعا في شكار، يا ريت ما تحطهاش جنب باب الاوضة او الغرفة بتاعة التربية، لازم ترميها على طول. دي حاجة. طيب، اذا قدرت تقوم بالكلام ده كله واهتميت بالتهوية في المكان، ان شاء الله مش هيبقى عندك اي نوع من انواع الجرب خالص. طيب، هنفترض بقى ان الموضوع ده جه، هتعمل ايه؟ في خطوات بسيطة قوي هتمشي عليها. اول خطوة لازم تنظف المكان زي ما قلنا، وتاني خطوة لازم تعزل الارانب المصابه، قلنا هتنظف المكان وترش فيه الميه بالديزانول، وبعد ساعه ترش الجير، ولازم تعزل الارانب المصابه لمكان تاني، لازم تفحص الارانب كلها اللي موجوده عندك في المكان، واي ارنب مصاب هتعزله في مكان تاني، حتى لو هتعزله في عشه، مش ممكن يبقى في نفس المكان، بس لازم يكون في عشه على الاقل، يبقى بعيد عن الارانب التانيه، ما يبقاش في بينهم اي احتكاك، تمام كده. بعد ما تنظف المكان خالص وترش المكان، هتبدا تغطس الارانب كلها المصابه والغير المصابه، خد بالك المصابه وغير المصابه كل الارانب، خد بالك تحذير، لازم تلبس جوانتي وانت بتتعامل مع المرض ده، لان مرض الجرب مرض ممكن ينتقل للانسان، هو مرض معدي، تمام كده. تمام. طيب، بعد ما تغطس الارانب كلها المصاب والغير المصاب، هنبدا بقى نتكلم في الحقن، حقن الايفوماك. هتحقن كل ارنب مصاب مش غير المصاب، مصاب نص سنتي ايفوماك، وبعد 15 يوم من الحقن هتحقن نص سنتي تاني. طب ليه كده؟ انا هقول لك ليه. الحقن حضرتك لما بتحقن نص سنتي ايفوماك، الايفوماك بيقضي على الحشره الموجوده في الارنب، لكن ما بيقضيش على بيوض الارنب، الحشره دي بتبقى بيضه في الارنب، فلما بتيجي تحقن ايفوماك بتقضي على الحشره لكن ما بتقضيش على البيض، فيجي بعد اسبوع او اسبوعين يبدا البيض يفقس وتبدا يرجع المرض من تاني. فحضرتك هتيجي بعد 15 يوم من حقن النص سنتي الاولاني تحقن نص سنتي ايفوماك تاني، تمام كده. طيب، هنا لازم ناخد بالنا من حاجه، الارانب ممكن يكون في ارانب عشر ما تحقنهاش، هتكتفي بالتغطيس وتدهن مرهم كبريت على المكان اللي بيبان فيه الجرب، تمام كده. يبقى الارنب العشر ما ينفعش تحقنها، لان الايفوماك قد يعرض الارنبه العشر للاجهاض، يعني تسقط حمل، يبقى الارنب العشر مش هنحقنها، نحقن الارانب بس الغير عشر والمصابه فقط، تمام كده. النظام ده اذا اتبعته ان شاء الله هتلاقي الجرب يختفي من عندك، وان شاء الله مش هيعود، لو اتبعت نظام النظافة باستمرار مش هيعود عندك الجرب تاني. ده بالنسبة لأول سؤال. السؤال التاني هنا بيقول: انا الحمد لله لسه مربية ارانب جديد، بعد تنظيف برش جير، بس عايز اسأل لما يكون فيه صغيرين احط العلف كم مرة في اليوم؟ الموضوع ده مختلف شوية.
لما نيجي نتكلم عن تقديم الاكل في الصيف بنحط، يفضل يتحط مره واحده، لا اما الصبح بدري لا اما اخر النهار. يبقى الوجبه تحط مره واحده في اليوم، لا اما الصبح بدري او اخر النهار. طيب في الشتاء بقى تحط، يفضل يتحط مرتين، وتحط يعني بزياده شويه. يعني مثلا لو انت بتحط الارانب مثلا 100 جرام في اليوم، 50 الصبح و50 اخر النهار، حط في الشتاء زياده شويه يعني. والموضوع ده هيبقى نسبي برضك، انت لما تحط مثلا الكميه اللي بتحطها تيجي لقيت جت تحط كميه تانية لقيت الارانب مخلصه وجعانه، ابدا زود شويه في الاكل. طيب بالنسبه للاوزان بتاعت الارانب ده بيختلف باختلاف الاعمار. يعني لو الارانب مثلا لسه مفطومه تبدا تحط لهم كميات قليله، بتبدا من حوالي من 15 ل 25 جرام، وتبدا تزود حسب مع كل اسبوع او اسبوع او 10 ايام تبدا تزود 10 جرام لحد ما توصل ل 100 جرام مع الارانب اللي لسه مفطومه. لان الوجبه الرئيسيه للارنب تبدا 150 جرام، طبعا بيبقى بتفرق بين ذكر وانثى، لكن لما بنتكلم الارانب اللي لسه مفطومه بتبدا من 20 او 25 جرام لحد 100 جرام في نهايه الشهر الثاني. قلنا في الصيف تحط مره واحده، يفضل لو الصبح بدري او اخر النهار بالليل لما يكون الجو كويس مرتب، وطول النهار لازم يكون المياه موجوده في المكان. في الشتاء حط مرتين او ثلاثه، اقسم الوجبه بتاعتهم زي ما حضرتك عايز. تمام كده، ده بالنسبه للسؤال الثاني. نبدا هنا في السؤال الثالث، بيقول طيب لو بربي على البلاط في البلكونه مش بحط فرش خالص، بمسح ببتادين وميه، لازم احط نشاره ولا لا؟ وفي غلط على البلاط ولا عادي؟ بصوا يا جماعه مفيش اي مشكله تحط، عايز تحط فرش نشاره، تحط فرش قش، ما تحطش خالص، مفيش اي مشكله. بس المشكله هنا انك بردك هتحتاج، انت داخل على شتاء، ممكن البلاط بردك هيكون ساقع، مش هيبقى مشكلة بالنسبة للأرانب الكبيرة، ممكن يكون مشكلة بالنسبة للخلفة إن شاء الله. فياريت تحط شوية نشارة خشنة على الأقل، خاصة لما يكون الجو ساعة شوية، وخاصة حضرتك في البلكونة يعني. طيب بالنسبة للبتادين ده شيء كويس جدا إنك تنظف بيه كل يومين ثلاثة أو كل أسبوع، حتى لأنك أنت أظن يعني في البلكونة هيبقى أرنبين ثلاثة، مش هيبقى كتير يعني، ممكن تنظف كل اسبوع كل 10 ايام تنظف وتحط الجير وكده تمام وزي الفل. وقلنا بالنسبه للفرش براحتك، حابب تحط نشاره حابب، لو الارانب كبيره مش حابب بتحطش بتحطش، لكن لو لما ان شاء الله يولدوا محتاج تحط شويه نشاره عشان الارانب الصغيره تبقى الدنيا رطوبه عليه. ودايما لما تعمل بيوت للولاده لازم افرش، انا طبعا بنصح دايما ما حدش يفرش بيوت الولاده، لكن بالنسبة للبلكونة والجو هيبقى ساعة، افرش حضرتك حط شوية نشارة جوه بيت الولادة عشان برضك الأرانب ما تبقاش الدنيا ساعة اليوم تحت في البلاط. ده كده الفيديو الثاني في الإجابة على أسئلة المشاهدين في التعليقات عن بعض الفيديوهات في سلسلة ألف بيت تربية أرانب على الأرض. أنصح حضراتكم لو عايزين تربوا أرانب أو ناويين تربوا أرانب إنكم تشوفوا السلسلة دي، مفيدة جدا للكل. أتمنى الفيديو يعجبكم، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.